بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يره أحد يقدر عليه أحد يقول يا أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم مسغوبة أيحسب يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال أشهر والشفع والوتر والليل إذا يسأل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا إذا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمعا كلا إذا قتل أحد دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان إذا ما وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يمسك وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي.
Sadaqallahul Azim.